اكتر. تمام. طبعا في نوع في مشكله بقى دلوقتي في مصر بقى فتره كبيره، هي اكاديميات تحت السلم اللي هو خد دبلومه تجميل ودبلومه جلديه ودبلومه هي مش معتمده ولا حاجه، اه مش دكتور اصلا، اي حد يعني هو بيعمل لك في الاعلان، انا معايا بقى اعلانات منهم، لو انت رياضي، لو انت حلقه فيها هنجيب اه لو انت مريض، الحاجات دي اللي بتدي الناس ديت جرأه ان هم يشتغلوا ويطلع يوريك كارنيه مثلا يقول لك ده انا والله معايا مش عارف، زي ما الاخ كان كاتب ان هو الطب التكميلي الطبيعي، ما اعرفش ايه الطب التكميلي الطبيعي دي، ودبلومه الوخز بالابر ما اعرفش برضه واخدها منين دبلومه الوخز بالابر دي، والنباتات الطبيه والحجامه لو الطب التكميلي الطبيعي ده طبعا اي كلام يعني كده اي كلام. تمام. بالنسبه للنقطه بتاعه علاج الحالات اللي جات للعياده، الادويه اللي كان كاتبها في ادويه منها زي سيلبريكس، يعني في ناس كانت عنده وجات لك العياده، اه جات لي انا جات لي مكان شغلي حاله منهم خدت منه دواء اسمه سيلبريكس 200، وهي كانت وانت قريب من العياده اللي هناك ولا هو ايه؟ انا في نفس المنطقه، انا قعدت في بشتيل وهو برضه فاتح في بشتيل. عايزين نعرف ايه الضرر اللي وقع بقى على المرضى. اول حاجه الدواء، اول حاله جات لي كانت واخده منه دواء اسمه سيلبريكس 200، ده من اعراضه الجانبيه او من بعض الحاجات اللي بيعملها اللي هو بيحصل غثيان وقيء ومشاكل في الدوخه ودوار والكلام ده كله. وبرده من ضمن الاعراض لو في حمل حصل بيحصل سقوط، ده حصل لها سقوط في ثاني شهر بسبب ان هي خدت سيبريكس 200 ده. تمام. من ضمن الحالات هي كانت راحه له ليه؟ عشان المشكله وجع في ظهرها، وجع في ظهرها اه. تمام. حاله ثانيه برده راحت له كان عندها جلطه، الجلطه دي عندنا احنا كعلاج طبيعي بتجي لنا في حال شقين، حاجه اسمها فاسد ستيج اللي هي الجسم بقى مريح خالص، وحاله ثانيه تبقى اسباستيك ستيج، الجسم خلاص خد وضع معين، هو وضع الجلطه وهيكمل فيه. تمام. هو اداها حاجه اسمها مالتي ريلاكس، وهي كانت في الفلاسيد اللي هو الوضع بتاع الاسترخاء بتاع الجسم اول ما بتحصل الجلطه. تمام. ده زود لها الفلاسيد ستيج، زود لها القصه دي. وجات العياده عندي، حصل بسبب طول فتره الفلاسيد دي بدا يحصل عندنا ضمور في بعض العضلات بتاعه الجسم. فجات عند جات لي طبعا انا مش هعرف اعمل لها حاجه، انت حضرتك وصلت لك الصوره انك بدل ما تاخدي علاج مثلا 6 شهور 7 شهور هنقعد سنه واثنين شغالين مع حاله عشان نوصل بس للسباستيك ستيج اللي اعرف اشتغل فيه. طب يعني مثلا لو قلنا على الاجهزه نقول مثلا ماشي، ازاي يجي له جرأه مثلا هو يفتح الادويه والاجهزه يا فندم؟ اجهزه العلاج الطبيعي في ليها يعني اعراض جانبيه في بعض الحالات، يعني مثلا لازم تستخدم بشكل طبعًا معين، لازم طبعا جهاز التنس مثلا او جهاز الهيسترونيك اللي هو ابسط جهاز في العلاج الطبيعي، لو حد مركب حاجه في القلب مثلا واشتغلت معاه بالجهاز ده بيعمل مشكله في القلب لان بيطلع نبضات فيها موجات كهربيه بتعمل مشاكل مع الحالات دي. تمام. اجهزه مثلا حاجه ليك يا دكتور بس اجابه